السلام عليكم جميعا، شاكرة وجودي ومبسوطة جدا بوجودي مع الأساتذة الأفاضل الزملاء الأستاذة الدكتورة رشا طريف. طبعا أنا مش محتاجة أقول كومنتس على محاضراتها، بصراحة أنا نفسي بأنجوي يعني البرزنتيشن بتاعتها وتو ذا بوينت. والدكتور أشرف طبعا كتر خيره جدا في حتة كريتيكال المانجمنت خصوصا في الترنر والجروس هرمون. ميرسي جدا على وجودي معاكم. أنا هتكلم على الخمس أسئلة اللي الدكتور كلمت مع الدكتور فكري عليهم. أول حاجة هو شورت ستيتشر ده ستاتستيكال كونسبت ولا ديزيز؟ لأنه إحنا بنقابل مشاكل كتير جدا زي ما هنتكلم مع حضراتكم، إنه الشورت ستيتشر ده مبني على كات اوف بوينت. يعني انا لو عديت الكات اوف بوينت دي الكلام بتاع الناس، لكن احنا ناسيين دايما زي ما الدكتوره رشا ابتدت في بدايه المحاضره الصوره الجميله بتاعه الكيرف، البيل كيرف. احنا اصلا عملنا البيل كيرف ده على الفاريانس الموجودين. يعني حتى انا لو لقيته على الاثنين اللي هو الستاندرد ديفيشن 2، هو اصلا ده معناه ممكن يكون ده فاميليال لكن مش اب نورمال بيرسون. ولو اديت مثل بسيط على كده، ان انا لو جبت طفل الاب والام بتوعه شورت وانا قست له الطول بتاعه وهو ما عندوش كروس فيلير، لكن هو متجه ان هو يكون، عشان كده احنا بنقول ان احنا في الانفستيجيشن ولا في الاسسمنت لازم اكون عارفه الميد بيرنت هايت عشان التوقعات بتاعتي عامه والجداول اللي احنا بنشتغل عليه عشان اشوف هو قصير ولا لا. لانه برضو في نفس النقطه لو فكرنا ان اتنين طوال ابنهم الافرج بتاعه هيبقى اعلى من الناس الثانيه، لكن هو بالنسبه لهم لو قسته ممكن يكون هو اصلا عنده جروث فولترنج. فناخد بالنا من القصه دي، لانه 80% من الناس اللي بيجوا لك العياده وانت قاعد في العياده، الناس الجي بي والدكاتره الصغيرين لسه مش متخصصين، معظمهم بيكون نيوتريشنال. يعني معظم اللي جاي لك ده ما عندوش حاجه في الهيستوري، ولا كان عنده انترا وتراين جروث ريتارديشن، ولا كان سمول فور جيستيشنال ايج، وما عندوش اسباب تقعد تسال على كل الاسباب، لان هو ده اللي بيخلي الولاد يتجهوا لقصه انها اندوكراين. في خلال ال 25 سنه اللي فاتت حصل حاجه هي خلت المايند سيت بتاعنا دايما نتكلم على الشورت ستيتشر انه اندوكراين، لان سنه 1950 ده كان بدايه هيستوريكالي ان احنا اوريدي اميون اسي لما اتوجد، ان انا الحاجه الوحيده اللي الشورت ستيتشر بعرف اعمل لها علاج وبعرف اعمل لها اسسمنت ان انا قست الجروس هرمون والانسولين جروس فاكتور 1. فابتدى كل ده ليه علاج، يبقى شورت ستيتشر اول ما افكر ان هو اندوكراينال. دي مشكله بتقابلنا كتيرة جدا في الشغل، وفي نفس الوقت لما تيجي تتكلم على شورت ستيتشر ونقول لا اما نيوتريشنال لا اما اندوكراينال، طب ايه النيوتريشنال انت هتعمله ايه للناس؟ وده اللي هنتكلم فيه. فابتدينا نبص في الايام دي خصوصا بعد الاستادز الكتيره اللي اتعملت زي مثلا بارون ايتال، اتكلم على الشورت ستيتشر هو نتيجه للتشينج اللي بتحصل في الجروث بليت. حته مهمه منها جدا النيوتريشن، داخل فاكتور كتيره جدا، داخل الاندوكراين، داخل الانفلاماتوري، داخل، ودي هنتكلم عليها دلوقتي كاسوشيتد فاكتور مع النيوتريشن، داخل النيوتريشن، داخل اكسترا سيلر فلويد، وقعد قسم لي ان حاجات باراكرين وحاجات في الكارتريج وحاجات انترا سيلولر وحاجات انفلاماتوري وحاجات نيوتريشنال. زي ما هنتكلم دلوقتي على النيوتريشن بيعمل ايه، يعني هاو نيوتريشن بلاي كي رول ان كنترول اوف لينير جروس. هو الحاجات اللي احنا، لان احنا لما باجي اعالج الناس يعني حتى ساعات كده الموضوع بياخدوه ببساطه، يعني هو طلع نيوتريشنال فاحنا هناخد بقى شويه الفيتامينات، ما احنا بندي فيتامينات للعيال على طول. احنا الطفل اللي بيمانيفستد بشورت ستيتشر نيوتريشنال، انا اتاكدت بعد ما الدكتوره رشا عملت اسسمنت والدكتور اشرف قال الاسسمنت والواد مش ديسمورفيك وما فيش اي حاجه من الحاجات اللي خليني افكر اندوكراين، وعملت له بون ايج زي ما قالت الدكتوره رشا. انا مش باكسكلود بيه بس الحاجات، لكن ده ما يمنعش ان ممكن يكون في اسباب تانية. لما بصيت لكل الحاجات دي هبتدي ادخل في الدايتري بقى، الولد ده عنده انرجي وبروتين ريستريكشن، وكل الشغل الدايتري والنيوتريشنال بتاعنا بيشتغل برضه، احنا ما نقدرش نستغنى عن بعض، يعني بيشتغل على انسولين جروث فاكتور 1. الانرجي والبروتين ريستريكشن بيعمل ريدكشن للانسولين جروس فاكتور 1. الزنك اللي احنا بنتكلم عليه كتير اليومين دول ده شغال على الدي ان ايه سينثيسيس وديكريز الانسولين جروس فاكتور 1. برضو البوتاسيوم المغنيسيوم الكبر عن طريق ان هو بيشتغل على الكولاجين فايبر، المنجنيز بيشتغل على الفسيولوجي بتاعت الجروث بليت، فيتامين دي والكالسيوم، كل الحاجات دي عن طريق الانسولين جروث فاكتور 1 بتجيب الايفكت بتاعها اللي هي اصلا نيوتريشنال. طيب
ايه النيوتريشنال ريليتد فاكتور للشورت ستيتشر؟ انا لما باجي اشتغل على حاله نيوتريشنال شورت ستيتشر، بعدنا خلاص عن قصه الاندوكراينال، ببتدي اشتغل معاها مش نيوتريشنال انترفينشن زي ما هنشوف، بس لا، في فاكتورز ثانيه دخلت في الموضوع. حاجه مهمه لينا بالنسبه لينا كدوله نسمونا اللو ميديوم انكم كونتري، حاجه السانيتيشن والهايجين والكلين درينكينج. ليه؟ زمان كان في حاجه اسمها انفايرمنتال سبرو او تروبيكال سبرو، لما تيجي رايح مصر ما تشربش ميه الحنفيه اصل هيجي لك ضياريه. الناس دول ما تطروش علينا ولا حاجه، لان احنا ابتدينا نلاقي في الحاجات دي لما دخلنا، واحنا عملنا ستاديز كتير عندنا في المعهد، منهم ستادي لسه مخلصاها على الانفايرمنتال انتروباسي ان شورت ستيتشر كلينيك. ايه اللي بيحصل في الانفايرمنتال انتروباسي؟ زي ما هنتكلم بعد كده، تشينجز بتحصل في اليومن بتمنع الابزوربشن اوف فود. جنب ان انفايرمنتال انتروباسي اللي بتحصل لنا، انا يمكن عندي حاجه من الحاجات، المنظر ده، ما هو المنظر ده موجود عندنا، هي الصوره دي مش من مصر، من باكستان، لكن المنظر ده موجود عندي، انا عندي مال نيوتريشن وعندي اللو ميديوم انكم كانتريز اللي عندنا، لقينا معظم الاستانتنج من الولاد 5 او 25% من الاستانتنج بيحصل في طفل حصل له 5 اتاكس على الاقل في الفتره لغايه سنتين من ايه؟ من الجاسترو انترايتس. الصورة دي لطيفة في حاجة، لأنها بتوريني انتقال الطفل من الكومبلمنتري فيدنج اللي هو مفيش إيكولال لغاية ما يبتدي يشرب مية، في سامبل ألاقيه بقى 800، يبتدي صايل بعد كده لو البيت فيه تراب ولا حاجة يبقى 1400، لو كان فيه تشيكن بتتربى في البيت وصلنا ل 10,000 إيكولال. بتعمل إيه الحاجات دي؟ بتعمل لي الانفيرومنتال انتروباسي. وده بقدر افسر بيه النتائج بتاعتنا. انا لما بقول انا عندي شورت ستيتشر 21% في مصر، في بعض المحافظات الشورت ستيتشر فيها نيوتريشن، انا بتكلم عن نيوتريشن، وصلت لغايه 60% زي محافظه الاليوبيه. داخل في الموضوع البوليوشن والصرف الصحي نوعه ايه في المكان اللي هو موجود. لو انا شايفه كده ايه اللي بيحصل؟ ده النورمال انتستاينال فلورا على يمين الشاشه، وده الانفيرمنتال انتروباسي. حصل واتس كولد امالجاميشن، كل الفيلاي الاريا اللي بتتفرد تعمل لي ابزوربشن للنيوترينت دي مش موجوده، وبيبتدي يحصل لي مشاكل كبيره جدا في كرونيك انفلاميشن، البرميابيليتي بتاعه الحاجات اللي انا امتصتها اصلا بتنزل، مال ابزوربشن. واخطر حاجه في البيكتشر اللي احنا شايفينها دي حكايه اللو اورال فاكسين ريسبونس، لان دي بتخلي الفاكسين نوت افكتيف، ودي ساعات بنلاقيها في العيال المال نارش، ان احنا نيجي نعمل تتر للفاكسين نلاقينه مش موجود. حاجة من ضمن الحاجات اللي ريليتد للنيوتريشن المايكوتوكسين. دلوقتي في أفريكا ريسيرش كتير شغال على إن الشورت ستيتشر نيوتريشنال داخل فيه فاكتورز تانية اللي هي بتسميها الأفلاتوكسين أو المايكوتوكسين. طب مهم ليا ده؟ طبعا مهم ليا، لأن أنا ثلاث أرباع البلد بتاعتي دي فلاحين وأقاليم ومحافظات، اللي هو بيزرع وبيحوش الحاجات البقوليات والرز والستيبل فود ده علشان بعد كده هيديه للأولاد بتوعه، وهو ده السورس بتاعه، مش بيروح يشتري زي من السوبر ماركت حاجات معقمة وألترا فايلوت منظفاها والكلام ده. إحنا في الأطفال معرضين للمايكوتوكسين أكتر. الصورة دي أنا أضفتها النهاردة لأن سألت فيها إمبارح، طب احنا يعني ايه مشكلتنا؟ طب احنا ايه؟ ما احنا يعني ممكن ما نكونش بناكل البقوليات، لكن للاسف شديد الذره مثلا لما بيحصل لها افلاطوكسين المزارع بيديها للبقر اللي هي بتجيب لي اللبن ومنتجات الالبان، فبينزل الافلاطوكسين حتى في الحاجات اللي بيستعملها الاولاد. الولاد في ثيوري كبيره عن الافلاطوكسين والشورت ستيتش. ليه؟ لانه الطفل زي ما احنا عارفين عنده كذا مشكله، عنده الديتوكسيفيكيشن كاباسيتي اقل، الجروس ريت بتاعه عالي، عنده هاي انتيك للفود والووتر، وجسمه بالنسبه للسيرفيس اريا قليل، فبيمتص حاجات كتير جدا. تاني حاجه عندنا كالتشر ترند ان الطفل اول ما ياكل، مش عايز اقول اسم حاجه، بديه سيريالز. مش كل الناس بتروح تجيب الحاجه دي من السوبر من الصيدليه، لا، في حاجات زيها بنعملها. وللاسف الشديد كمان احنا لقينا في عينات في البريست ميلك، مش معنى كمان الكلام ده ان انا نبطل بريست ميلك بقول ان احنا وصلنا لحاله صعبه من البوليوشن. من ضمن الحاجات اللي اسوشيتد مع النيوتريشن والافتاتوكسين والباراسيتيك انفستيشن، عشان كده احنا بنعمل ديورمنج بروجكت مع ال WHO، اللينير جروس فولتري اللي بيحصل نتيجه التشينج اللي بيحصل في الميكروبيومت. وده بيخليني من ضمن الانترفينشن كتير بدي بروبايوتكس عشان يحصل لي، انا مش هدخل في تفاصيلها لان دي ستادز كتيره اتعملت على الميكروبيومتا كومنسال والباثولوجيكال، ولقينا ان في كتير من اللينير ارست في الجراس بيحصل نتيجه او البرزيستنت ستانتنج يونج تشيلدرن، ودي ستادز كبيره اتعملت في الانديا، انه بيكون نتيجه انه في كومنسال بكتيريا قلت لصالح الباثولوجيكال ايه بكتيريا. طب انا بقى دلوقتي لما بعد ما شخصنا الحاله شفناها كتيم ولقينا بعد كده ان هي نيوتريشنال شورت ستيتشر، هعمل حاجات
تغيرات في حياته، اللايف ستايل ادجستمنت والفود فورتيفيكيشن والفود بيزد ابروتش تو نيوتريشن مانجمنت والسبلمنتيشن. هقول كلمه على كل واحد. بالنسبه للجراف الاكسرسايز ده ضروري. الناس متصوره ان الطفل الشورت ستيتشر ده ما يلعبش رياضه، ده حاجه مهمه جدا لان بيعمل انسولين ستيميليشن للانسولين جروث فاكتور 1 وبيخلي الطفل كمان يحس بالجوع. معظم الحاجات اللي بيحصل فيها ديفيشنسي دي بتعمل الطفل انوريكسيا او بتخلي نفسه مسدوده عن الاكل. بس طبعا بننصح الاطفال لان احنا هي دي اللي بنقابل الاطفال النيوتريشنست ان هو تكون الحاجات الاسترتش، مش الحاجه استرتشبل يعني سويمنج حاجات ضد الجاذبيه، مش الحاجات اللي هي زي شيل حاجات تقيله او كده، ده بيساعد على الشورت ستيتش. حته الاثليت دي ان الواحد يلعب رياضه دي حته مهمه جدا في المانجمنت اللي هتكلمنا عليه الدكتوره روحان، لانه بيخلي القصه بتاعت الشورت ستيتشر يحصل له كوبينج بوزيتيف مع اللي بيحصل حواليه والتنمر والحاجات اللي بتحصل حواليه. حاجه تانية بنعملها نيوتريشنال اللي هي الفود فورتيفيكيشن، بزود القيمه الغذائيه بتاعت الاكل. نسمع ان الاكل فورتيفايد بفيتامين دي، اكل فورتيفايد يعني مزوده على موجود فيه كميات من الحديد. يمكن اشهر حاجه بتتعمل في برامج ال WHO ان احنا بنعمل سبرانكلز يعني زي بارتكل كده فيها فيرس فيماريت او اسكوربيك اسيد مع الاكل فوق الكومبلمنتري فيدنج عشان تحسن القيمه الغذائيه. حاجه مهمه كمان بنعملها الفود دايفرستي يعني ايه، وساعات وليها سكور عندنا في النيوتريشن بدون دخول في تفاصيل. عايز اعرف الطفل بياكل ايه، بياكل حاجات متنوعه مش بياكل حاجه واحده. يعني انا ممكن اكل الاكل ده ويديني 1500 كالوري، ده اكل طفل عنده اربع سنين او خمس سنين، وممكن اكل حاجات الان هيلثي اللي هتنزل لي الكالسيوم وهتنزل لي الفوسفرس زي الحاجات اللي فيها هاي فات والحاجات اللي مش مفيده وما فيهاش كمان الحاجات المينرالز اللي انا عايزاها. ممكن ادي سبلمنتيشن، والسبلمنتيشن ده ممكن يكون على هيئه هيرب، على هيئه مينرالز، على هيئه فيتامينز. انا في المعهد عندنا البروتوكول بتاعنا على بعمل كل الحاجات دي وببتدي ادخل بسبلمنتيشن دراجز. ومن شغلنا في ابحاثنا في العياده الخارجيه لقينا ان احنا لو ادينا الترناتيف من مينرالز اللي هم الاربعه الاساسيين المسؤولين عن اللينير جراس ده بيجيب نفس النتيجه زي ما بدي ديلي ويكلي، والكومبلينس بيكون احسن. يعني الحاجه الوحيده اللي بنديها ويكلي بتبقى الزنك عشان الولاد ساعات بيزهقوا من حكايه كل يوم بدي وما بديش مع بعضه، برضو دي من ضمن الحاجات اللي بنتسال فيها لانه الزنك عارفين انه ساعات بهندر الكبر والكالسيوم ابزوربشن والايرن، برضو بيحصل كيليشن مع بعض الحاجات، فبنحاول ان احنا ندي الدواء في كل ميعاد دكتور لوحده. سوري ودي انتربت، اخر سلايد، دي اخر سلايد الميثود. ماشي هو دقيقة واحدة بس يا دكتور، سوري انتربت، بس السلايد زومد ان شوية ففي جزء ناقص من الصورة، معلش. الصورة في حصل حاجة؟ لا هي يعني معمول زوم ان ف يعني ربع الشاشة ظاهر بس عند حضرتك. معلش يعني كل الحاجات اللي انا بقولها مش باينة؟ لا هي ظاهر بس يعني في جزء. انا والله مش عامله حاجه، دي اخر سلايد. وانا لو انتوا يعني لو الموضوع ما كانش اتشاف كويس السلايد ممكن بعد كده اسيب المحاضره، مفيش مشكله خالص. انا تمام. مش عامله حاجه، يمكن ده حصلت تمام. من قبل كده. تمام يا دكتور. يعني اخر سلايد، اخر تو سلايد هتكلم عليهم السبلمنتيشن اللي هو اللي احنا بنعمله للولاد سواء كانوا هايبوكالسيميك او انيميك. بقسم الحالات على حسب اللاب انفستيجيشن اللي ظهرت في الولاد النيوتريشنال. اذا كان نون انيميك نورمو كالسيميك، ساعات بتبقى بعض الولاد ما عندهمش انيميا والكالسيوم بتاعهم ويد النورمال اللي هو الايونايزد كالسيوم، ببتدي ادي فيتامين دي، بدي فيرس، بدي فيتامين بي 12، بدي فوليك اسيد، بدي زنك سبلمنتيشن. بدي زنك بس يوم في الاسبوع لان احنا بنصرف الدواء عندنا في المعهد، زنك يوم في الاسبوع، بدي الفيرس والفوليك اسيد يوم واحد في الاسبوع، بدي فيتامين دي لو الطفل اصلا ما فيش لاب انفستيجيشن بتقول ان عنده مشاكل. لكن لو لقيته انيميك اور هايبوكالسيميك على حسب النوع، لو هايبوكالسيميك يبقى بدي له 3 ايام في الاسبوع كالسيوم، لو انيميك بدي له 3 ايام في الاسبوع حديد. لو في مانيفستيشن لاي ديفيشنسي تاني برضو بحط سبلمنتيشن، والسبلمنتيشن هنا بستعملها بثرابيوتيك دوز مش الار دي ال عادي، لا بزود علشان دي انا بس بحاول افهم الام، لان الام في الاخر لما ادي لها مينرالز او ادي لها الاربع اليمنتس المهمين عشان لينير جروس، طب انا فيتامينات ما انا باخدها، بس نفهم الام ان الاستمراريه. وطبعا بيحصل تحسن فعلا مع في حالات النيوتريشنال شورت ستيتشر بتحصل تحسن مع الفورتيفيكيشن والفود دايفرستي والسبلمنتيشن بالسبلمنتس الدراكس.
أنا متشكرة جدا، وأسفة إذا كانت في حاجة في السلايد أنا مش عارفة هي جت إزاي بصراحة، الريستريكشن ده أنا عملته إزاي، شكرا جدا.